اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا لامي مات ديالي كاملين. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحه؟ كي درتو اليوم مع وليداتكم؟ بعدا صحاب التاسعه وصحاب السادس كاملين. واش التاسعه هي السادس؟ ما تديوش عليا، راه ما كنعرفش، باقي ما وصلتش لديك المرحله. المهم اليوم غيكون دوزو امتحان، يا ربي تنجحهم ان شاء الله يا ربي. وعاود تاني شنو اخر بغيت نقول؟ الله يرحم الام ديال سيدنا، الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي، وجعل قبرها روض من رياض الجنه. صراحه حطيت فيديو البارح، ما كانتش في خبري، حطيت فيديو عاد اش موراها ملي شفت هاد الايام. صراحه والله البنت ما كندخل لا فيسبوك لا الواط لا الانستغرام لهذا، حتى حطيت الفيديو عاد جيت بقيت كنقلب وانا نلقى في البلاصه البنت. انا حطيت ديك التعزيه هكا في منتدى، والله العظيم الا تاثرنا. الله يرحمها ويوسع عليها ويجعل قبرها روض من رياض الجنه. والله الا ما كنعرفش البنات صراحه نهضر، والله ما كنعرفش هكا نصاوب داكشي، ما كنعرفش نهضر، ما عرفتش علاش مشكله عندي. صافي البنات، المهم ما عليناش. وحتى الدراري كما قلت لكم الله ينجح وليداتكم. صراحه بزاف يدخلوا عندي الواتساب دنيا دعي معنا بنيتي، راه وليداتنا. ومبروك عاوتاني على صحاب الباك اللي نجحوا، واللي ما نجحوش ماشي مشكل، العام الجاي ان شاء الله غيكون احسن. هذه هي الحياه، هذه الحياه بحال شي مسابقه، شي كينجح شي ما كينجحش، بحال شاركتي في شي مسابقه وواحد خداها واحد لا الا داك اللي داها نجح، ولكن حتى الاخر ماشي خايب، ولكن باقي الوقت ديالو ما وصلاتش، اولا مثلا ما سعفوش الحظ وكتستمر الحياه. ما عليناش. هنا البنات بديت معكم هذا الفيديو ده مع امي ميلودا. الصراحه هذا الفيديو ده ما حطيتش لكم، يلا بديت كنحط لكم فيديوهات اللي صورت هنا العشيه ملي نهيت معكم داك الفيديو فاش تغدينا وداك الشيء. هذا العشيه خرجنا هكا، درنا واحد البروغرام بالزربه، كنا باش نخرجوا ان شاء الله هكا نبدلوا شويه الجو. وشكرا بزاف على كلامكم الطيب، ما شاء الله الكلام الطيب في التعاليق، ولو كلمه خايبه ما لقيتهاش، التعاليق كلهم ايجابيه، التعاليق كلهم فنين غزالين، الكلام الزوي كلام طيب، الله يكبر بكم، الحمد لله الحمد لله. وانا عندكم الحق، ما كنسمعش الكلام في واحد الحاجه انني كنبقى ندي على تعاليق سلبيه، حيت ما شاء الله تعاليق الايجابيه غلبوا السلبي، وتعليق خايب جوج ولا ثلاثه راه ما خصنيش نتسوق ليهم. ما شاء الله التعاليق الزوينين، سوا فيا سوا في ميلودا سوا في حفيظه، الله يكبر بكم، الله يفرحكم، الله ينغنيكم، الله يعطيكم ويشوف خاطركم. ايوا يا اختي صافي، والبنات قالوا لي شاركي معنا اي حاجه كديريها في نهار كيما بغات تكون، راه كتعجبنا العفويه ديالك والبساطه ديالك، الله يكبر بكم، وهذا شرف ليا والله العظيم. صافي هنا البنات وجدت حفيظه كما قلت لكم، المهم وجدت للدار، براد ديال اتاي يبقى في الدار، ووجدت جوج براد، براد لينا حنا حلو وبراد مسوس لهم ميلودا ان شاء الله، باش نمشيو نديروا البنات بيكنيك. بيكنيك اختي بغينا نديروها البنات في واحد البلاصه اللي اول مره غادي نمشي لها ان شاء الله وغنبارطاجيها معكم، اللي هي الهضبه الخضراء حدانا البنات. واحد الجده الصراحه زوينه، كنت كنمشي لها سنين هذه قبل كاع ما تزاد بنتي، ولكن ما كانتش معطيه لها حقها، ما كانتش معطيه حقها، ما كانتش كانت مهموله كيما، ولكن دابا ما شاء الله تصلحات، وتصلحات تصليح زوين زعما اللي ما شاء الله زوينه. واليوم اول مره غادي نمشي لها بعد ما تصلحات، مشاو ليها الناس، دار ليها افتتاح، جات الصحافه، جات الرباط، دوزام هذا. انا صراحه ما مشيتش ديك الوقت، ما كنتش كنت لابسه البيض وكنت مريضه وبزاف الحوايج. يلا غنمشي ان شاء الله اليوم، اول مره غنمشي انا حافظه فيتها مشات ليها، انا اول مره غنمشي اليوم. صافي عمرات حفيده اتاي وداك الشيء، قلت لها انا غنسبقك نمشي للدار نقضي هكا شي حاجه عندي. صافي البنات وخديت هكا شي حاجه هكا، خديت البنات شويه ديال البتي، المهم خديت شويه ديال الباكيط، شويه ديال المسمن، وكل واحد فينا خدا شي حاجه، المهم تقاسمنا كل واحد فينا خدا شي حاجه اللي ما كايناش. صافي وتجمعنا هنا البنات، راه تلاقيت مع حفيده، خديت شويه ديال الباكيط كما قلت لكم، وخديت شويه ديال المسمن، وخديت الدواء. عطيه البنات البارح بيتها مريضه، صافي تخلعت بلي صافي، حتى قلت غادي نصوني شي واحد يجي يديني للسبيطار شي صاحبتي ولا شي حاجه، تخلعت ما مشى ليا التنفس، ما بقاش الاكسجين كيدور فيا. ايوا الصباح صباح قلت لحفيظه غادي تسنيني نمشي نجيب الدواء، ودخلت البنات خديت الدواء، خديت البنات واحد الانتيبيوتيك، وخديت دابا نوري لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، خديت واحد الانتيبيوتيك وخديت سيرو وخديت دولي غريب، قال لي راه خاصك تاخذي تريتمون لان قال لي راه هاد الريح جاك. ايوا صافي قلت لما حدي غدا ناخذ ولا نمشي نجي ونرجع. الهضبه الخضراء شفتو يا سيدي مؤمن، يلاه جيت لها انايا حتى قدامت، ها انتم شوف. المهم يلاه دخل ندخل ونكتشف، جات في حي الدومه صراحه زوينه. عرفتي كنجي ليها البنات، كنت كنجي ليها يا البنات، كنت كنجي ليها من قبل ما تصلح، ولكن دابا ملي تصلحات اول مره غادي نجي ليها.
هادي ما عرفت شنو غيديروا هنايا، هنا ما عرفت شنو غيديروا. شوفوا البنات كاين كيوسكات والخريطه فيها المرافق الترفيهيه، فضاء المطالعه، فضاء الشطرنج، من داير فيها زعما الخريطه ديال هاد الموقع، ودير لك كل حاجه شنو، كل حاجه شنو غتكون، زائد انهم دايرين هنايا مقاهي، كشك، مرافق صحيه، طواليطات، وداك الشيء هو باقي هذا ما خدامينش. انا هذه البيئه المهم باقي ان شاء الله غيديروا فيها بزاف د الحوايج زوينين. اه واخيرا اختي داروا لنا في سيدي مومن فين نجيو اختي نفوجوا مع وليداتنا، ما كنا كنلقاو فين نمشيو، والله العظيم صراحه صراحه الاجواء فنه. وهذه حي الدومه البنات، حيت هذه الهضبه الخضراء كاينه في حي الدومه، في سيدي مومن الحي الدومه. ما قدرتش البنات صراحه نصور لكم بزاف د الحوايج، انا ما زعمتش لان كاينين اطفال كيلعبوا، كاينين بزاف ديال الحوايج، والله ما قدرتش نشد الناس، فشديت لكم غير دوك البلايص اللي هكا اللي زعما جاوني عاديين، ولكن الصراحه زوينه كتفتح النفس ما شاء الله شحال زوينه. وزعما خدموا عليها، خدموا عليها يا ربي غير تبقى بحال هكذا، يا ربي غير تبقى كما هي هكا. صراحه زوينه 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 بزاف. واش اخر دايرين فيها البنات؟ غيديروا فيها مشاريع، قالك غيحلوا فيها مقاهي، غيحلوا فيها بزاف د الحوايج اللي هما فنين، والله عجبتني الفكره. شحال زوينين البنات دايرينهم هنايا، قالك هادو غيكونوا ان شاء الله مشاريع، مشاريع دي بحال كيوسكات، كل حاجه غتبدا تباع فيها حاجه، الماكله، مقاهي، القهوه. صراحه زوين، شوفوا انتم هادو زوينين صراحه زوينين، ولكن باقي ما استأنفوش فيهم العمل، قالك باقي يلاه كيبداو كيعلموا، قالك كيبيعوا فيهم زعما اللي بغى يشري فيهم، قالك يشري فيهم الله يعلم. مثلا هادي صراحه هذا مشروع زوين ليا هذا، قال لك غيدير فيهم مشاريع زويونين. شوفوا اش نمشي نشوف كي دايرين، نشوف كي دايرين هنا ونرجع. كاينين الناس ما نقدرش البنات نصور تما، كاينين الناس يلاه نمشي نشوفو ميمروده فين هي. هنا البنات ديري ليهم هذه الفكره اللي حتى هي عجبتني انا، اي فكره كتعجبني هكا ولا شي حاجه اللي كتبان ليا زوينه ومفيده كنبارطاجيها معكم. داروا ليهم هنا مثلا خرجتي داي معك الشارجر وما لقيتيش فين تشارجي تليفونك، هذه البلاصه هذه خاصه بالتليفونات، تشارجي تليفونك. المهم فكره زوينه، وباش عجبتني اكثر انها بطاقه شمسيه، ديك الشمس اللي كتبقى النهار كامل هكا كتشارجا هكا، اللي جا بغى يخوي لي تليفون وبغى يشارجيه راه تمايا. ايوا صافي البنات وحطينا هكا اللي قسم الله، كما قلت لكم جبت انا شي حاجه وهما جابوا شي حاجه، المهم كملنا بعضياتنا، وهما الصراحه اللي عمروا اتاي ما عمرتوش انايا. صافي وهنايا جلسنا، بغيت نصور لكم هاد الطبيلات، ولكن البنات ان شاء الله بلاتي تنكون باغا نمشي وغنبارطاجي معكم الطبيلات حيت دابا فيهم الناس، ولكن مع سته ان شاء الله راه غادي نوضنا. المهم جا كيقول لهم نوضوا. صراحه هاد الفكره انا كنت ما عجبتنيش، زعما خص يلاه يلاه كتبقاي يلاه بديت كتحلى الجلسه، بدينا كنرتاحوا عادش نوضونا، اذا خاصك تجي بكري، ولا جيتي بكري عاوتاني كتكون الشمس حاره ما عندكش فين تجلسي، اذا من سته نقولوا حتى ديك المغرب كاع، ولا بغى يخرج الناس ماشي مشكل. هادي اللي ما عرفتش ما فهمتهاش الصراحه. البنات بغيت نهضر في واحد الموضوع، بغيت نجاوب واحد السيده الصراحه ما قالت عيب، هي هضرات عادي وحتى انا غادي نجاوبها عادي، لان صراحه كلامها ما عرفتش كيفاش حسيت براسي بحال درت شي ذنب. قالت لك انا ما فهمتش راجلك باقي ما داز عيته العام باش مات وانت دايره الحنه. اول حاجه اختي اش من حنه دايره؟ اش من نقش؟ كما دايره النقش التركي ولا دايره النقش اللي هو عادي، وهذا النقش اقسم بالله الا السيده اللي دارته ليا بزز كنحلف وهي تحلف، كتقول لي الله يرحمك ودي الدنيا ما ديري غير شويه، قلت ليها لا، قالت لي عافاك دنيا، قالت لك على وجهي لا كنت عزيزه عليك. بقات تخيلوا ان ديك الانسانه كنحشم منها، بقات كتطلب فيا وترغب فيا بزز وما بغيتش، قال لي دنيا حشومه عليك ديري غير شويه غير شويه. البنات فاش كنت مدمره راه وقفت راسي براسي، وقفوا معايا الناس كانوا كيجيو، ولكن بعد الليالي كنكون بوحدي ربي اللي عالم شنو دايز عليا وشنو باقي كيدوز عليا لحد الساعه، ملي كيتسد عليا باب ديال بيتي بالليل وكنكون بوحدي راه ما كيكون معايا حتى واحد. كيجيو عندي الناس في الصباح وتلاقاو معايا صحاباتي وهذا، ولكن واش كتعرفوا دنيا بالليل ملي كتكون بوحدك كيدوز عليها؟ داكشي راه ربي اللي عالم به. ملي كنت مدمره كتقولي دنيا وعيقتي وزدتي فيه غير انت اللي ميت كاجك في هذا العالم، غير نهار اللي قلت اجي نخدم على راسي وندير انا فيديوهات هكا وما نبقاش نوصل الطاقه السلبيه للناس، هي تعليق دمرني دمرني وردني للصفر. راه حشومه راني كنلبس عادي، راني ماشي كندير شي حاجه خايبه، راه كاين بصح اللي كيديروا الحوايج خايبين كاع ما كتقول لهم بحال هكذا. والله الا كيبقى فيا الحال وحسيت براسي درت واحد الذنب وبقيت كنحك فيها بالدولي وبقيت زعما والله الا حشومه، والله الانسان ما كتبغينيش اختي ما تفرجش فيا عافاك، ماشي تجرحيني، راه اللي فيا كافيني. اذا دابا غنولي ديما عايشه هكا،
بحال وحده قالت لكم ليك هضره راجلك ما كنتيش غلطه ملي ما تراجلك راضيتي. حسبي الله ونعم الوكيل اللي كيفكروا بحال هكا واللي عندهم عقليه بحال هكا، كاع اللي عندها العقليه بحال هكا كنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك. واللي دمروني واللي قالوا لي كلام اللي ما فياش واللي لاحوا عليا بوطول واللي كلاو ونهشوا في لحمي، كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تلتقي الخصوم، عند الله ناخذ لكم من حسناتكم، لان كتظلموني وربي اللي شاهد. حشومة عليكم. كنقول انايا كنقول لكم كنطلب منكم كنقول لكم عاوني غير بالمشاهده، عمري قلت لكم كنقول لكم عافاكم البنات غير المشاهده. الا كانت هذه شي حاجه خايبه ما بقيتش غنقولها، لان فعلا راني كانت شي حوايج راه لا حول ولا قوه الا بالله. وجاوبت واحد السيده قالت لها اختي راه الحزن راه في القلب، قالت لها كون شتي القلب ديال دنيا شنو فيه ما تقوليش هاد الهضره. وجاوبت ثاني واحده اخرى قالت لها دنيا انا اللي كنعرفها وكنمشي عندها، دنيا ربي اللي عالم بها. قالت لها فينك دابا دنيا فهاد اللقطه هذه، دابا هاد اللقطه فين كندوي معاكم انا؟ قالت لها فين كنتي على دنيا؟ دنيا محتاجه لي يكون معاها وما كتلقى حتى واحد في الدار، كتبقى بوحدها. علاش كنبقاو غير نهضروا؟ علاش علاش كنبقاو غير نجيو نهضروا ونظلموا الانسان؟ صحباتي ان شاء الله انتم معايا في الدار نكمل معاكم الفيديو. صحباتي اش غادي نقول لكم، هذه هي رجلي البنات من مرجان. واخا اختكم مريضه خديت الدواء وداك الشيء راه قبيله، المهم كنت خارجه مع حافظه وداك الشيء وشريت الدواء شربته في واحد الجريده كنا جالسين. المهم الفيديو غتكونوا تفرشوا اكيد، هاد الفيديو عاوتاني راه بوحدو. اش غادي نقول لكم، ما بقى عندي البنات الصراحه والو. بعدا بالضبط هنا الحوانت اللي حدانا هنا في انا كنضوي على سيدي مؤمن هاد البلاصه اللي انا فيها، ما انا ما كندويش على مثلا برنوصي حي محمدي شي حاجه، كندوي على انا فين كاينه كلشي الحوانت باقي زعما سادين، ما كاينش زعما هكا حوانات ولا تبغي تقدي خضيره ولا تبغي شي حاجه، ما كاينش هنايا. سالا ليا البنات كيما قلت لكم معايا الله جيت، سالا ليا اتاي السكر الزيت هي ما بقاتش عندي، لان ريحه البيض وزرقيتها خاويه. ما عندي والو في الثلاجه، عندي غير الصوصيط بنتي ما كتاكلوش، صافي كلشي سالا ليا تقريبا. ودابا باش تقدر داكشي اللي خاصني غير الضروريات اللي محتاجينهم، بحال اللي غناكلو في كرشنا، بحال واحد الجزار حدايا سولتو قال لي ما غاديش نحل دابا، تلاقيت المهم تلاقيت معاه في الجرده قلت له واش ما غاتحلش اخويا؟ قال لي حاليا ما غاديش نحل، قال لي كلشي عنده اللحم، قلت له اللي ما معيتش قلت له اللي كان مسافر وكان عنده ما يتقدا وما عيتش، قال لي المهم راه ما غنحلش دابا. صافي شفت البنات المرجان يلاه دخلت شوفوا باش تعرفوا لابسه بيجامه فوقها دراعيه. خديت البنات هاد الباكي ديال اتاي ما غنبغيكمش، هادو الصراحه ما خديتهمش من المرجان، هادو خديتهم هادو خديتها من اتاق الدوله كنت عقلتو، وهادي من كازيون هانتوما لا عقلتو خديتهم البنات، غير بغيت نشارككم مع هاد المشتريات وصافي. خديت البنات هادي وخديت هاد الشوايره، شفتو الاثمنه وليتهم لكم انا نسيت على الاثمنه. هادو البنات صراحه فيهم 12 بياسه، وواحد السيده تما راه سمعت كلشي شكراتهم ليا، تكون شفتو الفيديو شكراتهم ليا قالت لي هادو زوينين، قالت لي ما كيخسروش، ودوك ديال الخشب وديال الميكا كيخسروا، حيت انا فيت مجربه ديال الخشب والميكا الخشب كيتحرقوا والميكا كيدوبوا. يعني هذا ما عنديناش هنا البنات داكشي اللي غنحتاجه، بحال دابا الدقيق عندي اللي ما عنديش هي اللي خديت باكي ديال اتاي البنات، لان اتاي قرب يسالي خديت 4 على 11، انا كناخذ يا المقراج يا 4 على 11 على حسب. خديت البنات الخماره هذه كانت عندي وسالات وعاود خديت بحالها، خديت الفاني وخديت الخماره راح زوينه البنات، هذه فيها 10 ديال البياسات الداخل. عطيتي مريضه البنات سمحوا لي باش ندير نرجع، عطيتي البنات العطيس ما كنبغيش نتصحباكم. خديت البنات باكي ديال السكر باقي عندي جوجات، خديت وحده السكر باش ملي سالي ليا ما نبقاش نجري فهمتوا. خديت البنات جوج ديال المطيشه كتنفعني هذه، جوج مطيشه حكت مطيشه هكا كنديرها في لي بات ولا في الحريره ولا هذا. هاد الصغار البنات انا كيجيوني عمليين ماشي بحال القرعه الكبيره، هادو عمليين كتحلي وحده كديريها عبار عبار اصلا صغيور كتكون كافيه. خديت البنات واحد القرعه ديال القهوه ديال المرجان كتعجبني هاد الكافي هادي، واخا عندي القهوه زدت خديت هادي حتى هي كتعجبني ديال المرجان، كانت عندي وحده بحالها وسالات لي عاد خديت بحالها، شي حاجه كنكون مجرباها البنات كنعاود ناخد بحالها. خديت واحد القرعه ديال الكوفيتير اللي بنتي كيعجبها هاد الكوفيتير ديال الفريز فاطمه، تحيه لاي فاطمه معايا في القناه فاطمه. صافي شنو اخر خديت هاد البيدوزه ديال الزيت هادي كيما قلت لكم، اصلا الزيت هادي صراحه باش بديت كنخاف وليت كنخاف نشري حاجه وتكون مقاطعون، عرفتي هادي سولت الناس قالت ماشي مقاطعون ولكن ما عرفتش عاوتاني، حيت بزاف د الحوايج اللي تصدمت فيهم انا مقاطعون اللي انا كنت كنستعملهم عادي حتى هما لقيتهم مقاطعون. واحد لابليكاسيون دخلتها باقي ما كنفهمش ليها صراحه، قالك هذيك بعدا كتوريك الحاجه اللي مقاطعون اللي ما مقاطعونش. هاد الزيت الباكلاسيون خديتها وتا جيت للدار وانا عارف بان راه معاها كادو وانا ما خديتوش ديك الزيت كتكون قريعه زيت صغيره،
قالت لي غير جارتي مسكينه، قالت لي دنيا ما جبتيش معها قرعه صغيره، قالت لي راه هذا الزيت كتكون معها قرعه صغيره ماشي مشكل، حيت انا بدات مشيت نتقدى والله الا مريضه مرفوعه ربي اللي عالم بيا وانا نتقدى وشارب الضو، الضو كيبغيك تشربي وتنعسي وانا شربته مشيت كندور فيها 5 لتر صافي، جبت هاد جوج باكي ديال الفرماج ما بقاش عندي حتى هو سالا ليا، داكشي اللي بقى عندي فطرنا به اليوم، خديت جوجات وخديت هادو الاسراء حيت انا كتبغيهم في الصباح حيت هادو كتبغيهم صافي، خديت البنات الحليب دابا غندير به العصير، دابا قبل ما نشرب الضو غندير عصير وخديته، خديت غير واحد غير خسر ما خديت بزاف، وخديت البنات هاد سيدي علي نشرب به الضو، شوفي عجبت متلجة ولا غير جبت شوف كي متلجة يا البنات، قلت لكم جبت هذا باش نشرب به الضو، الضو اللي خرج ليا اللي خرج مشيت عند الفرماسي عاودت ليهم الاعراض اللي عندي وعطاوني الضو، وانت واحد الشيء اللي بغا يشرب الضو نوريه لكم عاوتاني، وخديت البنات الكفته ما نكذبش عليكم حنا يلاه هذا هو العيد ديالي حيت انا اصلا ما عيدتش في الدار زائد ان بنتي ما كتاكلش اللحم، ودابا جبت هاد الشوي ديال الكفته كيلو تاع الكفته جبت هنايا تقريبا 300 غرام ديال لادانك، وهنايا عاوتاني 255 غرام، المشكله ما كنعرفش البنات الله لا المهم انا جبت هذا اللي كيكون بحال ديال الشاورما وهاد الفخيطات ديال الدجاج بحال هكا نشويهم، حيت انا البنات باغا ناخذ من عند الكزه ولكن ما كاينش شي كزه والو، عييت نقلب البنات كلهم اصلا سولت صحاباتي في الانستغرام البنات كيتواصلوا معايا قالوا لي دوني سالي مرجان راه كاين دجاج كاين كلشي تما، راه مرجان هو اللي كيعتقنا في بحال هاد المواقف هادو وانت نتوما كتعتقوني الصراحه ملي قلت لي بحال هكذا صافي، هذا ما كان دابا انا شنو غادي ندير، دابا ما غاديش نطيب حتى حاجه، هذا راه غنمشي غدا غدا اكيد تصنشط ان شاء الله بغيت نشوف الكفته ونشوي ان شاء الله شويه ديال لادان ونشوي ان شاء الله شويه ديال الفخاد، دابا ان شاء الله غنخدم باش ما كان وغنرتاح لان اختكم دايره مدقدقه، عندي الصالون ان شاء الله غادي نجمع البنات غير الصالون دابا معاكم، غادي نجمع الصالون ونشرب دوايا واكيد اللي كنت غنبارطاجيها معاكم، يلاه صحباتي ان شاء الله جاو معايا نرد دابا كل حاجه لبلاصتها، نرد الفرماج لبلاصتو ونرد كل حاجه ان شاء الله تشد بريستها، الدجاج تا هو البنات غنغسلو نغسلو ان شاء الله دابا ونرتاح يلاه البنات، غنقول لكم ما تديوش عليا واخا هضرت شويه في هذا الموضوع ولكن راه فعلا تخيلوا دابا انا وليت كنعاني كنشوف ملي كان راجلك ما كنتيش كديري هذه الحاجه، دابا ملي مات راجلك كديري هذه الحاجه، لا ملي كان راجلك ما كنتيش كديري هذه ودابا كديري هذه، علاش حشومه عليكم؟ علاش ملي كان راجلي انا ما كندويش على المتتبعات، ملي كان راجلي ما كنتوش كتسولوا فيا وتجيو عندي وتحنوا فيا، علاش دابا ملي وليت وحدي دابا عاداش محتاجه الحنيه ديال المهم بزاف انا وبنتي، عاداش دابا كتعطوني الراس، راه حشومه عيب وعار، علاش كنبقاو نديرو الفتنه كنديرو فوق كونط ونكتبو حكا ملي كان هذا ما كانتش كدير وملي ما كانش دابا كدير، اش كندير؟ الحمد لله كل واحد بلاكتو على ظهره الحمد لله ربي كاين، وكنخافو من الله سبحانه وتعالى ما كندير والو حيت كنخافو من الله سبحانه وتعالى لان الله فوق منا كاملين وكيشوف اي واحد فينا شنو كيدير، المهم البنات صافي دابا غادي كان خاصني اتاي درتو عمرتو في الطاسه والسكر حتى هو كنبقى فيه غير شويه، خفت لي تقاد عليا قلت اجي نخطف دابا، والله البنات اللي حمت باقي نسدي نحدا لهنايا ما كاين حتى شي حلو زعما محلول ولا شي حاجه، ما غندير والو غنقضي باش ما كان، ونقول في عقلي واختي شويه جاني الجوع اختي شكون بحال البنات اللي كتقول هضره وتصدق في هضره اخرى، قلت لا لا اليوم غنعس خفيفه وانا نقول دنيا نوضي، جاوني البنات الهويش وباغا نشوي والفاخر ما لقيتوش، غادي ندخل البنات هادشي للفران ان شاء الله غادي ندير نشويه في الفران، ها نتوما البنات هنا لادان اللي جبت غادي درت فيها البنات شويه ديال المليحه وشويه الخل وشويه الماء، نخليها البنات هنا على خاطرو باش نغسلو ان شاء الله، ها نتوما هاد البانيو كبير اختي ما كيبان والو فهمتوا، نخليها البنات على خاطرو هنايا صافي، هنا جدرت هنا تشيت البنات فليفله غسلتها مزيان مزيان، غادي ندخل كلشي غادي ندير واحد اللاطه وغادي ندير فيها داك الشيء مشكل، غندير فلفله بطاطا فريت هكا في الفران كفته، غادي ندير واحد اللاطه غتجي زوينه نبارطاجيها معكم، هذه فليفله حمراء شويه الربيع، هنا البنات درت العطريه درت شويه زيت العود شويه زيت الروميه درت شويه ديال المليحه شويه البزار شويه الخرقوم عرق درت شويه الزعتر وشنو اخر، وغادي ندير البنات شويه ديال الثومه دابا، الثومه الصراحه دقيق البصل كي هذا البصل ماشي صحابني جبت ولكن ماشي مشكل، كي صحابني جبت الثومه البنات ولكن بحال بحال، غندير في بلاصه البصل
وغندير شويه الهريسه والكفته غنشويها لبنتي حتى هي غندخلها للفران معايا حيت هي كتاكل غير الكفته ديال الجزار ما كتاكلش اختي الكفته ديال اللي كنصايبو في الدار اللي كنطحنوها كتبغي اختي من عند الجزار اختي الله يخليك صافي البنات وغادي نطحن واحد العصير داك الحليب اللي شتوني جبت عندي واحد التفاحه واحد البنانه ان شاء الله غادي كاينه وحده في تفاحه وبنانه اختي غنستغلهم ونخرج ان شاء الله هكا منهم عويصير وحنا اختي معشيه الحمد لله الله طال البنات ها هي واخا تبان لكم مكرفصه هي راه ماشي مهم بعد شنو غندير لها غندير لها واقيلا غير داك الورق تاع الطبخ ولكن ما كاينش عندي ما عرفتش شنو غندير وهاد اللطه اللي كتعجبني بالضبط باين لي غنضربها بشي حكه ديال القلب عاداش ندير فيها ونزعم شوف راه دابا هادشي البنات راه غير حيت كنغسلها ولات بحال هكا بالغسيل يلا ان شاء الله نتوما معايا المهم نوجدوا هاد العشيوه هادي اللي ما عولنا عليها صحباتي هنا ان شاء الله غادي نغسل هاد لادند مزيان مزيان وغادي نخليها تسقطر على خاطرها صراحه الفيديو البنات كنت غنكمل معاكم ولكن غيجي طويل غدا ان شاء الله غنكمل معاكم ان شاء الله غنشارك معاكم هكا واحد العشيوه كتجي زوينه غنبارطاجي معاكم بزاف ان شاء الله ديال الحوايج وغنكمل ان شاء الله معاكم واحد الفيديو غيكون زوين ان شاء الله ما تنساونيش غير من لايكات البنات الله يجازيكم بالخير الدعم للقناه فضلا وليس امرا وكنقول لدوك اللي ما كيبغيونيش غير حاولوا انكم تفرجوا فيها تولوا تبغوني وفي بلاصه ما تقولوا شي حاجه خايبه غير ديروا واحد اللايك راه تقدر ربي يحسبها لكم في ميزان حسناتكم تكونوا باغيين ديروا الشر تولوا دايرين الخير ربي راه ما كينساش اللي كيدير الخير والله ماشي غير عليا جربوا انكم تقولوا كلمه زوينه بعد المرات والله تتبدل لكم النفسيه بلاص ما نقولوا اجي واحد الانسان ما كنحملوش اجنو دار لك ما دار ليا والو اجي نبغيو داك الانسان غير نجربوا نبغيوه والله راه شحال وحده ما كانتش كتعجبها وبدات كتبعني شويه بشويه قالت لي وليت كنبغيك البنات غنقول لكم تهلاو في راسكم نتلاقاو غدا ان شاء الله بالسلامه عليكم.